قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم أمس تقديم طلب لوقف مؤقت للقتال، وهذا طلب قدم للسلطات السورية وللمعارضة. السلطات السورية قبلت رسميا هذا الطلب، والمعارضة أيضا أكدت أنها ستحترم هذا الوقف للقتال. أولويتنا الآن هي بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري إخلاء الجرحى والمرضى إلى أماكن آمنة وأماكن حيث يستطيعون تلقي العلاج، ونود أيضا إخلاء الأشخاص المدنيين الذين لم يستطيعوا الهروب من مناطق القتال، وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية داخل هذه المناطق، يعني بما في ذلك المساعدات الطبية إلى عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.